بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، باب في الرضخ عند الفصال. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، أخبرنا أبو معاوية حاء، وحدثنا ابن العلاء، أنبأنا ابن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج رحمهم الله عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاعة؟ قال: الغرة، العبد أو الأمة. قال النفيلي: حجاج بن الحجاج الأسلمي، وهذا لفظه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة ساقه المصنف رحمه الله في كتاب الرضاعة، في باب الرضاعة في كتاب النكاح. وهذا الصحابي حجاج رضي الله تعالى عنه يستشير النبي عليه الصلاة والسلام في شأن مكافأة المرأة المرضعة. المرأة المرضعة عادة ما تأخذ أجرا محددا تتفق فيه، يكون الاتفاق فيه بينها وبين أهل الرضيع. لكن الإنسان الكريم لا شك أنه يحتاج إلى أن يكرم هذه المرأة المرضعة، أن يعطيها شيئا يطيب خاطرها ويكافئها لقاء عملها الذي قامت به، فإنها أشرفت على تربية هذا الطفل ورضاعته والقيام بشؤونه حتى انتهت رضاعته. والمصنف رحمه الله بوب لهذا بقوله: باب الرضخ. الرضخ، والرضخ في اللغة هو العطاء الذي ليس له شرط وليس له تحديد، مطلق عطاء. وهذا مذكور في الفقه الإسلامي في مواطن عديدة، منها في الجهاد عندما تقسم الغنائم. الغنائم تقسم بين من؟ بين المجاهدين، لكن إذا حضر مع المجاهدين غيرهم عند القسمة فإنه يرضخ لهم. ما معنى الرضخ؟ يعني يعطون ما تطيب به خواطرهم، يعطون ما تطيب به خواطرهم، لأنه لا حق لهم في الجهاد لكن حضروا القسمة. فلذلك من الأدب ومن حسن الخلق أن يعطوا من هذه الغنائم شيئا تطيب به نفوسهم، حتى لا يقع في نفوسهم شيء على إخوانهم هؤلاء الذين يقتسمون الغنائم. كذلك أيضا هذا ورد في مسألة قسمة الميراث. في قسمة الميراث عندما يقسم الميراث يقسم بين الوارثين، لكن لو حضره بعض أولي القربى، بعض المساكين ممن ليسوا وارثين، ليس لهم حق، لكن الله سبحانه وتعالى ندب إلى إعطائهم شيئا. قال جل ذكره:
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، قسمة الميراث يعني، فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يعني العطاء هذا الذي ليس بواجب وليس بمحدد، وإنما المقصود منه تطيب الخواطر. هذه المرأة المرضعة كما قلنا أحسنت إلى هذا الصبي، نعم هي أخذت أجرتها، لكن هنالك فضل وراء الشرط، هنالك كرم وخلق. فهذا الصحابي يستشير النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع. هذه المرأة أرضعت طفله وأعطاها ما شرط لها، ماذا يبرئ ساحته؟ ماذا يشعره بأنه أكرمها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الغرة، يعني أن تعطيها غرة. والغرة تفسيرها في الشرع العبد أو الأمة، وقد وردت هذه في دية الجنين. الجنين يعني لو أن امرأة حاملا فاعتدى إنسان عليها فضربها على بطنها مثلا فأسقطت جنينها، هذا نفس الجنين، هذا نفس اعتدى عليه هذا الإنسان فأسقطه، فيه الدية. دية الجنين ما هي؟ ليست هي كدية الكبير، غرة. الغرة ورد تفسيرها في الشرع كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عبد أو أمة، عبد أو أمة، يعني يعطيها عبد أو أمة لهذه المرضعة يذهب عنه ما يجده في نفسه من الحرج، ويقع لها الإكرام الذي هي خليقة به لأنها أكرمت هذا الطفل وربته وصبرت عليه. نعم، وهذا من حسن الخلق وحسن المعاملة في الإسلام. الشرط هو الأساس في المعاملات، لكن هنالك فضل وراء الشرط يعني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول خياركم أحسنكم قضاء، يعني الإنسان المدين إذا قضى دينه يندب له أن يزيد من عنده من غير شرط، أن يزيد في إكرام الدائن الذي دينه. وقد استسلف النبي عليه الصلاة والسلام من رجل بكرا فتي من الإبل، فقضاه النبي عليه الصلاة والسلام خيارا رباعيا أكثر من الشيء الذي أخذه منه، لكن هذا من باب الإكرام. وهذا لا يجوز أن يكون من باب الشرط، لأنه لو كان من باب الشرط فإنه من باب الربا حينئذ، الديون تقضى بأمثالها، لكن هذا فضل زيادة. فهذه المرأة المرضع أخذت الشرط الذي اتفقت مع أولياء الطفل عليه، لكن هذا الرجل من كرمه وحسن خلقه، هذا الصحابي الجليل، أراد أن يبرئ ساحته. ربما قصر معها، ربما كان هذا الشرط مجحفا، ربما أنها تعبت وبذلت عملا أكثر من العمل الذي اشترط عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال غرة، يعني تعطيها غرة عبد أو أمة، هذا يذهب عنك هذا الحرج ويقع منها بمكان ويكرمها الإكرام الذي تليق به. باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، أخبرنا زهير، أخبرنا داود عن ابن أبي هند عن عامر رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى. حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا عنبسة، أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب رحمهم الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها.
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، أخبرنا خطاب بن القاسم عن خصيف عن عكرمة رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين. نعم، هذا الحديث يأتي مكملاً لبيان المحرمات في النكاح، يعني النساء اللاتي لا يجوز نكاحهن، والله سبحانه وتعالى قد بيّن ذلك في كتابه الكريم، في كتاب الله الكريم في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني زوجات الأبناء، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني المرأة المتزوجة لا يجوز أن يعقد الإنسان عليها. هذه المحرمات ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يقدم على نكاح واحدة من هؤلاء. وفيه فيما ذكر في هذه الآية شيء يمنع اجتماعه، يعني يحرم الجمع ولكنه لا يحرم على سبيل الإفراد كالأختين، يعني يجوز للإنسان أن يتزوج بأخت ولا يجوز له أن يجمع معها أختها، لكن لو طلقها فإنه يجوز له أن يتزوج بالأخرى. ففيه بعض أنواع المحرمات المذكورة في هذه الآية على سبيل التأبيد، ما كان من القرابة وأم الزوجة وبنت الزوجة، وفيه شيء محرم تحريم مؤقت مثل الجمع بين الأختين. بقي هنالك شيء لم يذكر في هذه الآية، ذكر تحريم الجمع بين الأختين ولكنه لم يذكر الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذه لم تذكر في كتاب الله الكريم، وإنما ذكرت في هذا الحديث في هذه الأحاديث التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد استقر هذا في ديننا والحمد لله، لا يجوز الجمع في عصمة رجل واحد بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، لا يجوز هذا. ونحن نعلم أيها الإخوة أن الأساس فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من السنة هو البيان. بيان ماذا؟ بيان ما جاء في كتاب الله الكريم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بسنته القولية والفعلية وغيرها يبين للناس ما ذكر مجملا في كتاب الله الكريم، وهذا ما بينه ربنا تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر سنة لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني في القرآن. فالصلوات أمرنا بها في القرآن، أقيموا الصلاة، لكن كيف نصلي؟ كم عدد ركعات الصلاة؟ كم عدد الصلوات؟ ما هي مواقيت الصلوات؟ كيفية أداء هذه الصلوات؟ هذا لم يذكر في كتاب الله الكريم. تولت سنة النبي عليه الصلاة والسلام شرحه وبيانه وتفصيله. كذلك في باب الزكاة مثلا، آتوا الزكاة، الزكاة إيتاؤها ركن من أركان الإسلام، لكن كيف نؤدي الزكاة؟ ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ما هو النصاب الذي يخرج من هذه الزكاة؟ وما هو نصاب المال حتى تخرج منه الزكاة؟ ومتى تخرج؟ في كل شهر، في كل سنة، في عدد من الأشهر؟
هذا بيّنته سنة النبي عليه الصلاة والسلام بياناً مفصلاً، كذلك الحج، كذلك الصيام، أمور كثيرة بيّنتها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الغرض الأساس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي بيان شرع الله الذي أنزله في كتابه الكريم، ولكن هذا لا يمنع من أن تكون السنة مستقلة في بعض الأحيان ببيان أشياء لم تذكر في القرآن الكريم، يعني كهذه القضية التي معنا الآن، تحريم نكاح المرأة على عمتها وتحريم نكاح المرأة على خالتها، هذا لم يذكر في كتاب الله الكريم لكنه ذكر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قالت بعض الفرق المخالفة لما عليه جمهور المسلمين وأهل السنة والجماعة، قالوا بأنه لا يقبل من السنة إلا ما كان له أصل في كتاب الله، يعني لا نأخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا إذا كان له أصل في القرآن الكريم، يعني كالصلاة إذا جاءنا تفصيل الصلاة في السنة نقبل به لأن الصلاة مذكورة في القرآن، الزكاة مذكورة في القرآن، الصوم، الحج مذكورة في القرآن، لكن إذا كان زائدا فإنه لا يقبل، وهذا حجة عليهم، حديث الأحاديث هذه حجة عليهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيها أمورا لم تذكر في القرآن الكريم، لم ينص عليها في القرآن الكريم، وهي لازمة لنا ومفروضة علينا، لا يجوز لنا أن نخالفها، لا يجوز أن يجمع الرجل في عصمته بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ولا بين المرأة وبنت أخيها، ولا بين المرأة وبنت أختها، لأن هذا قائم مقام العمة والخالة. مسألة أن هذا لم يرد في القرآن الكريم هذا ليس حجة، لأن السنة التي رويت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي وحي من الله، يعني المصدر واحد، القرآن والسنة مصدرهما واحد، كلهما من عند الله سبحانه وتعالى، لكن القرآن متلو نتعبد بقراءته، نصلي به في الصلاة، لا تجوز الصلاة بغيره، أما السنة فهي من باب الشرح والبيان، أوحي يعني نزل الوحي بمعناها على النبي عليه الصلاة والسلام، فعبر عن هذا المعنى بلفظه هو عليه الصلاة والسلام، وإلا فهي وحي من عند الله، فلا غرابة إذن أن يكون هذا الوحي منصوصا عليه في كتاب الله أو متلقا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله على ذلك. الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها واضح، لكن أيضا هذا يشمل عمة المرأة وخالة المرأة، يعني لا يجوز للرجل أن يتزوج بالمرأة ثم يعقد على عمتها، عمة المرأة، ولا يجوز له أن يعقد على خالتها من النسب أو من الرضاع، لأنه جاء في الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، إذا كانت هذه العمومة أو الخؤولة مكتسبة من النسب القرابة يعني أو من الرضاعة فإنه لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته بين هذين الصنفين من النساء، هذا بينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته ووجب علينا أن نعمل به، وهو حجة علينا وعلى كل من يسمعه، ولا يجوز لأحد أن يخالفه لأنه لم يرد في القرآن. ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاءه رجل متحذلق، إنسان يدعي الذكاء والفهم، فسأله عن مسألة وقال أين أجد هذه في كتاب الله، هذه ليست في كتاب الله، فابن عباس بعلمه وحكمته ورسوخه
قال أين تجد أعداد الصلوات في كتاب الله؟ صلوات خمس، من أين لنا أن نعرف أنها خمسا من كتاب الله؟ هل جاء في القرآن الكريم يقول صلوا الخمس الصلوات الخمس، صلوا العصر أربع ركعات، صلوا الفجر ركعتين، صلوا المغرب ثلاثا؟ لم يرد هذا في كتاب الله. فالإنسان لا بد له أن يسأل أهل العلم الراسخين، كما قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يجوز للإنسان أن يعمل عقله المجرد في قبول الشرع أو رده. الشرع هو الأصل، هو الذي ألزمنا الله به. وهذا لا يعني أن الإنسان المسلم لا يعمل عقله، العقل مكرم معتبر في الشريعة، لكن في فهم النصوص، ليس في إلغائها، وليس في التحكم فيها، وليس في أخذ بعضها وترك بعض. فمن هنا يسهل علينا بحمد الله أن نتقبل هذا الأمر، أنه لا يجوز لنا أن نجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها في النكاح. وهذا أيضا يذكرنا بموضوع آخر أيها الإخوة، هو أن الإنسان لا يجوز له أن يستدل بمجرد نص واحد يأخذه، لا بد أن ينظر في كل النصوص التي وردت في الموضوع نفسه، ربما بعضها فيه زيادة، ربما بعضها فيه تخصيص، ربما بعضها فيه تقييد، ربما بعضها فيه نسخ، لا بد أن ينظر في كل هذا ثم بعد ذلك يتبين له الحكم. وهذا لا يحسنه ولا يقدر عليه إلا العلماء الراسخون. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير رحمهم الله أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، في حجر وليها، تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها، تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوج بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عز وجل قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت والذي ذكر الله أن يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله تعالى فيها وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة وقول الله عز وجل في الآية الآخرة وترغبون أن تنكحوهن هي رغبة أحدكم في يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم رغبتهم عنهن. فإن قال يونس وقال ربيعة في قول الله عز وجل وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى قال يقول
اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعة. نعم، هذا الحديث الذي يرويه عروة بن الزبير عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه، سبب هذه الرواية أنه سألها عن تفسير قول الله تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الآية. عروة من العلماء الأثبات مشهورين، ولكنه تلقى العلم قبل أن يصبح كذلك عن عدد من الصحابة، وممن تلقى عنه كثيرا خالته عائشة رضي الله تعالى عنه، لأن عروة هذا ابن من؟ ابن أسماء بنت أبي بكر، أبوه الزبير بن العوام، هو أخو عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. وكان كثيرا ما يسأل خالته عن بعض المسائل التي تشكل عليه، فسألها عن هذه الآية. ولماذا سأل عائشة خالته؟ هذه الآية ليست خاصة بعائشة، وليست هذه هي عائشة هي التي روت هذا الموضوع، لكنه سألها لسبب جلي. هذا السبب هو أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت من علماء الصحابة ومن أهل الفتوى فيهم ومن رواة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي من المكثرين من رواية الأحاديث، رويت عنها الآلاف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعروة عندما يتجه إلى خالته عائشة رضي الله تعالى عنها ليسألها، فإنه لا يتجه إليها لأنها قريبته، لأنها أخت أمه، بل لأنها أهل للعلم، أهل للسؤال، أهل للفتوى. فسألها عن قول الله تبارك وتعالى هذا، فقالت له أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: إن هذه الآية نزلت في اليتيمة، بنت اليتيمة تكون في رعاية رجل، هذا الرجل أجنبي عنها. ما معنى كونه أجنبيا عنها؟ الأجنبي في الشرع له مفهوم خاص، ليس هو الغريب الذي ليس من عشيرتك ولا من أهلك ولا من قومك، لا، الأجنبي خصوصا هنا في باب النكاح هو من يجوز له أن ينكح المرأة. فالأخ ليس أجنبيا، والعم والخال والأب وابن الأخ ليسوا بأجانب، الأجنبي يعني هو من يجوز له أن ينكح المرأة. فإذا كان ولي المرأة أجنبيا عنها، إذا كان ولي اليتيمة هذه التي رباها وكفلها وتعب عليها أجنبيا عنها، يعني يجوز له نكاحها. وعندما كبرت ولها مال وكانت جميلة، رأى أنها تناسبه ورغب في نكاحها، هذا أمر فطري لا حرج فيه ولا غضاضة، وليس ممنوعا ولا مذموما. لكن هنا مسألة يجب التنبه لها، وهي أن هذا النكاح ربما يكون ذريعة لأخذ مالها، لأن مالها تحت يده هو الآن، لكن إذا كبرت وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. لكن ربما ظن الرجل أنه أولى بهذا المال وبهذا الجمال فتزوجها، زواجه منها ليس ممنوعا بالشروط الشرعية، لكن ربما يحصل عليها الحيف في مثل هذه الأحوال أن يأخذ مالها أو أن يبخسها صداقها. كيف هو الصداق الذي يبخسها فيه؟
صداق المرأة كيف يعرف؟ كيف يعرف أن صداق هذه المرأة المهر 10 أو 1000 أو 100؟ كيف يعرف؟ مهر نسائها، نسائها، البيئة التي هي فيها، قراباتها، أهلها، من هم في مستواها. هذا المهر الذي يدفع لليتيمة يجب أن يكون في هذا المستوى، فلا يجوز له أن يبخسها في مهرها أولا، ولا يجوز له أن يقصد بهذا الزواج أن يأكل مالها. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، تقسط، خفت ألا تقسط، خفت ماذا؟ خفت أن تبخسها في مهرها، خفت أن تأكل مالها. النساء كثير، أنت لك رغبة في الزواج، النساء كثير، تستطيع أن تتزوج بواحدة، باثنتين، بثلاث، بأربع، بالشروط الشرعية التي ذكرت. ليس بالضرورة أن تتزوج بهذه المرأة. إذا خفت من نفسك أن تظلمها أو أن تجور عليها فلا تقدم على هذا الأمر، والنساء كثير. إن خفتم ألا تقسطوا، يعني لو أن الإنسان ربى هذه اليتيمة وأحسن إليها وعندما كبرت تزوج بها وعدل في مهرها ولم يظلمها، هذا له الأجر مرتين، أنه رباها وأنه تزوج بها. لكن إذا كان هذا الزواج بقصد أن يظلمها أو أن يبخسها مهرها لا يجوز. إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا، يعني هذا إباحة التعدد ليست مطلقة في كل الأحوال. إن خفتم ألا تعدلوا، يعني حتى مع بقية النساء فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني في شرعنا المطهر يجوز أن يقع في عصمة الرجل الواحد أكثر من امرأة، إلى 4، مثنى وثلاثة ورباع، لكن بشرط ما هو؟ العدل. فإذا خاف الإنسان من نفسه أنه لا يعدل لا يجوز له أن يقدم على التعدد، لأنه سيقع في الإثم حينئذ. إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فهذه الآية نزلت في هذا المعنى، في اليتيمة، إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، نزلت في اليتيمة التي تكون تحت كفالة رجل كفلها وهي صغيرة بعد وفاة أهلها ورباها حتى وصلت بلغت مبلغ النكاح، فإن أراد أن يتزوج بها فلا بد أن يقيم القسط في شأنها. إن خاف من عدم القسط فلا يجوز له أن ينكحها. وعدم القسط هذا يرجع إلى أمور نفسية لا يخلو منها البشر، الرغبة في المال والطمع فيه، أو الرغبة في أن يتزوج بأقل التكاليف، أن يبخسها مهرها، لا يجوز له أن يفعل ذلك. وهذا الخطاب يتعلق بما في نفوس المسلمين من التقوى. من الذي يعلم هذا؟ من الذي يعلم أن هذا الرجل أقدم على زواج هذه اليتيمة وهو يريد أن يبخسها حقها في المهر أو يريد أن يستولي على مالها؟ قد لا يظهر هذا للناس، لكن الله سبحانه وتعالى مطلع رقيب عليه. وننبه أيها الإخوة هنا إلى أن كثيرا من العلاقات الزوجية وأمور العشرة التي ذكرت في كتاب الله الكريم، انتبهوا لهذا، ذيلت، يعني ختمت بقضية التقوى، بالرد إلى التقوى، واتقوا الله، لأن هذا هو الميزان. الإنسان قد يخفي عن الناس أشياء كثيرة لا يطلع عليها الناس، لكن من الذي يطلع عليها؟ ربنا سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. فلا بد إذن من تذكر
قضية التقوى في كل هذه الأحوال. الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، ردهم إلى هذه الآية. استفتوا في شأن اليتيمة، استفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، يعني ما تؤتونهن مهورهن المناسبة، وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. ما هو الذي يتلى علينا في الكتاب في شأن النساء؟ هو الآية التي ذكرتها أم المؤمنين وفسرتها، إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يعني كأن الآية الثانية ردت إلى الآية الأولى، استفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. لا بد أن تتذكروا هذا ولا بد أن ترجعوا إليه. كفالة اليتامى من أعظم أبواب البر في ديننا، ومن أعظم أسباب دخول الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين السبابة والوسطى. لكن المسألة لها شروط، لا بد من الإخلاص، لا بد من أن يفعل الإنسان هذا العمل ابتغاء رضوان الله، لا بد ألا يظلم، ألا يأكل هذه أموال هؤلاء اليتامى، أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذلك الصحابة تحرجوا عندما نزلت هذه الآيات التي تنهى عن أكل أموال اليتامى. كان معهم يتامى يرعون أموالهم ويشاركونهم في أكلهم وشربهم مع أولادهم وأسرهم، فتحرجوا. كيف يتحرز الإنسان من هذه المسألة؟ فالله سبحانه وتعالى رفع الحرج عنهم. إذا كان هذا في الأمور المعتادة ومن غير بغي ومن غير ظلم، فلا حرج على كافل اليتيم أن يأكل من ماله، أن يشركه في ماله، أن يخلط ماله مع مال أولاده فيما يأكل فيما يشرب. ليس ماله مال التجارة، ولكن المال الذي يأكله ما يحتاج إليه في طعامه وشرابه، رفع الله سبحانه وتعالى الحرج عن كافل اليتيم في أن يخالط به ماله الذي ينفقه على أولاده وعلى أسرته، وأن يأكل منه، وأن يأكل أن يؤكل اليتيم من طعامه. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثني أبي عن الوليد بن كثير، حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي أن ابن شهاب حدثه أن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، لقيه المسور بن مخرمة رضي الله عنه فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال فقلت لا. قال هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى يبلغ إلى نفسي. إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. قال ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا يجمع بين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا.
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، أخبرنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة وعن أيوب عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر قال: فسكت علي رضي الله عنه عن ذلك النكاح. حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد المعنى، قال أحمد: أخبرنا الليث، حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي رحمهم الله أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوا أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب، فلا آذنوا ثم لا آذنوا ثم لا آذنوا إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني، ما يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. والأخبار في حديث أحمد. هذه الروايات الثلاث في حديث المسور ابن مخرمة تتعلق بعدد من الأمور. السبب في ما رواه المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه أنه قابل علي بن الحسين، علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. علي بن الحسين هذا الذي يلقب بزين العابدين لكثرة عبادته وحسن سمته وشهرته بالفضل بين الناس، علي زين العابدين. هذا كان صبيا صغيرا، عندما قتل أبوه كان مع أبيه الحسين رضي الله تعالى عنه، عندما قتل الحسين وقتل معه من أبنائه وإخوته وأقاربه عدد كثير، بقي هذا الطفل الحسين علي بن الحسين كان صغيرا وكان مريضا ولم يقتل، وانتقل مع بقية أسرته إلى الشام وقابلوا يزيد ابن معاوية، قصة طويلة. ثم بعد ذلك خيرهم يزيد بين أن يبقوا عنده في الشام أو أن يعودوا إلى المدينة، فاختاروا أن يعودوا إلى المدينة، فعادوا إلى المدينة. لما وصلوا إلى المدينة، وهذا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجدته فاطمة وجده علي وجده الرسول عليه الصلاة والسلام، له منزلة بين الناس، قابله المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي جليل المسور، وقرشي. المسور قرشي، يقال إنه من بني نوفل. قابله وعرض عليه، سأله إن كانت له حاجة، يعني هل يستطيع أن يقدم له خدمة، فقال له لا، شكره على ذلك، لا أريد منك شيئا. قال له المسور: هل أنت معطي سيف علي؟ سيف علي هذا المشهور بذي الفقار، هذا السيف الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام لأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه في غزواته، كان مشهورا هذا السيف، كانوا يقولون: لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. هذا سيف علي، وتوارثته الأسرة حتى كان عند علي بن الحسين. فالمسور عرض عليه قال: هل أنت معطي سيف علي ذو الفقار هذا؟ تدعه عندي أمانة؟ فإنك إن فعلت لا يستطيع أحد أن يخلص إليه وأنا حي، أحفظه لك. كأنه كان يخشى أن يضيع هذا السيف في يد هذا الغلام، إما أن يغلبه عليه أناس آخرون أو أن يغلبه عليه قراباته بنو هاشم أن يأخذوه منه. على كل حال لم يرضى علي
ابن الحسين أن يعطيه له، فروى حينئذ المسور قصة رغبة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في أن يتزوج بابنة أبي جهل على فاطمة، يعني أن يجمع بينها وبين فاطمة. الأحاديث المتقدمة معنا كانت في النساء اللاتي لا يجوز نكاحهن بسبب القرابة أو بسبب آخر غير القرابة، إما بالقرابة أو بالنسب، لكن الله سبحانه وتعالى قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، كل من لم يرد تحريمه في كتاب الله ولا في سنة رسوله فهو حلال. لكن هذا الحديث الذي يرويه المسور فيه معنى آخر قد يشتبه على بعض الناس أو على كثير منهم. فعلي رضي الله تعالى عنه زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بفاطمة، فاطمة بنت محمد، من مثلها؟ فرغب بعد ذلك علي رضي الله عنه أن يتزوج بابنة أبي جهل، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات أن عليا استشاره، في بعض الروايات أن أقاربها، أقارب هذه ابنة أبي جهل، استشاروا النبي عليه الصلاة والسلام فلم يأذن، كما ذكر معنا هنا في الحديث الثالث، فلم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام وغضب، بل وقام على المنبر النبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس ويبين لهم هذه المسألة، يبين لهم أن أولياء المرأة استشاروه فلم يأذن، قال لا آذن لا آذن لا آذن 3 مرات. وفي مثل هذا الموقف لا بد أن يبين النبي عليه الصلاة والسلام وقوفه عند حدود الله. لا يجوز أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام الذي يبلغ للناس شرع الله أن يكون هو الذي يخالفه، معاذ الله، لا بد أن يبين الناس. قال إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، يعني زواج الرجل بامرأة أخرى لا حرج فيه، أن يجمع في عصمته امرأة يجوز له نكاحها لا حرج فيه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وقف هنا عند قضية محددة يجب أن نتنبه لها. بعض الناس للأسف يأخذها شعارا لمنع التعدد، يقول لا يجوز التعدد لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ منع ورفض ولم يقبل من علي أن يتزوج على ابنته، وقال إذا كان راغبا فليطلق ابنتي. مسألة قد تثير شبهة لدى بعض الناس أن النكاح التعدد لا يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عليا عنه، بل لم يجزه له إلا إذا طلق ابنته، ولكن هنالك سبب ذكر في الحديث الثاني معنا أيها الإخوة، سبب بينه النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي جعله يقف عند هذه المسألة ويشترط هذا الشرط. ما هو هذا السبب؟ هذه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أمها من هي؟ خديجة بنت خويلد سيدة نساء العالمين، وأبوها محمد عليه الصلاة والسلام، وهي أم الحسن والحسين ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا البيت في هذا المنبت، والمرأة الأخرى مسلمة عفيفة طاهرة صالحة، لكنها ابنة من؟ ابنة أبي جهل، شعار الكفر، شعار العداوة والبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أفاعيله كثيرة، سيئاته لا تعد ولا تحصى،
منذ أن بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام دعوته حتى قتله الله شر قتله في غزوة بدر. هذا أبو جهل، هذا أبو جهل. المرأة صالحة لكنها لا تستطيع أن تتخلى عن هذا الإرث، انتسابها إلى أبي جهل، وهذا سيؤثر على فاطمة. فاطمة في هذا المنبت، في هذه السمعة، في هذا الانتساب، تكون معها في عصمة رجل من تنتسب إلى أبي جهل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة عدو الله أبو جهل، إنما فاطمة بضعة مني، وليست بضعة ولكن بضعة قطعة، يعني بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. هذا أذى بليغ على فاطمة رضي الله تعالى عنها. فرجع علي رضي الله تعالى عنه، علي لم يزد ولم يكابر، رجع عن هذا الموضوع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لماذا منع من هذا الأمر؟ لماذا اشتد فيه؟ ليس لأنه حرام، بل لأن ابنته يلحقها منه معرة عظيمة، أن تكون في عصمة رجل مع امرأة تنتسب إلى أبي جهل، وإلى هذه العداوة، وإلى هذا البغض. ولو أنجبت من علي لكان أبناء علي بين رجلين، رجل ينتسب إلى جده رسول الله محمد بن عبد الله، ورجل ينتسب إلى من؟ إلى أبي جهل عدو الله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقف هذا الموقف، قال ولكنه أكد، قال: لا أحل حراما ولا أحرم حلالا. ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخالف شرع الله، لكنه بين السبب في هذا الأمر. طيب، لماذا ذكر هذا الحديث معنا هنا؟ لماذا ذكر هذا الحديث معنا هنا في قصة السيف، سيف علي ذي الفقار؟ سيف علي كان يخشى عليه المسور من الغيرة، من التنافس، من أن يقع في يد إنسان خارج عن هذه الأسرة، أو أن يقع بسببه اقتتال. كذلك هذه الرواية، رواية نكاح علي لابنة أبي جهل، أو رغبة علي رضي الله تعالى عنه في نكاح ابنة أبي جهل، قد يحصل منه من الغيرة والتنافس والاقتتال الشيء الكثير. فلذلك فيه مناسبة بين صدر الحديث في استقبال المسور لآل الحسين رضي الله تعالى عنه وعنهم، وفي هذه القصة في آخر الحديث في نكاح رغبة علي في نكاح ابنة أبي جهل. خلاص، نتوقف هنا أيها الإخوة، لأن عندنا بعض الأسئلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل في هذا الشهر الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، إنه على كل شيء قدير. أخوكم هذا يقول: ماذا يقصد بقول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف؟ يقول: ما المقصود بقوله ما قد سلف؟ يعني الأمر الذي كان في الجاهلية، هذا النكاح من الأنكحة المذمومة التي وردت الشريعة بإبطالها وشنعت عليها، يسمى نكاح المقت. نكاح المقت، أن ينكح الرجل منكوحة أبيه، ليست أمه لكنها زوجة أبيه، فبعد وفاة أبيه يتزوجها. هذا كان موجودا في الجاهلية، فلذلك الله سبحانه وتعالى نهى عنه. يقول: إلا ما قد سلف، يعني ما كان في الجاهلية، فهذا أمر انتهى، لكن في الإسلام لا يمكن أن يكون هذا الأمر. يقول: هل يجوز إعطاء الابن الزكاة؟ لا، لأن الابن إذا احتاج أنت مطالب بأن تنفق عليه. أما الأخ
فلا حرج في إعطائه الزكاة إن كان فقيرا، لأنه لا يجب عليك أن تنفق على أخيك إلا من باب البر والإحسان. يقول: أسئلة كثيرة تدور حول العمرة، هل يجوز أن يعتمر الإنسان عن الميت أو عن أخيه أو عن أبيه أو عن صديقه هنا من المتوفين أو العاجزين؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله.